بعد 5 دقائق من توا باش تتابعوا معنا مباراة الجولة الخامسة باش تجمع السمعة مينيفوت والنادي الرياضي بسليانة. خلينا نتابعوا تقرير الخاص بتحضيرات الفريقين. تتواصل المتعة على قناة نسمة ببث مباريات بطولة نسمة سوبر ليج القسم الأول، واختارت اليوم كاميرا قناة العائلة التنقل لتزركة لتغطية مباراة قمة الجولة الخامسة بين السمعة مينيفوت والنجم الرياضي بسليانة. مباراة مهمة ولا تقبل قسم على اثنين بين زوز فرق يطمحوا للوصول بعيدا في هذا الموسم. أصحاب الأرض يدخلوا مباراة اليوم وهم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، لمهم من 3 انتصارات وتعادل يتيم. فريق السمعة مينيفوت يعتبر من أقوى الفرق هجوميا، وين سجل الفريق 14 بونتو في حين قبل دفاعه 6 أهداف. من جهة أخرى يدخل الضيوف المباراة وهما في المركز الرابع برصيد 6 نقاط. النجم الرياضي بسليانة سجل هجوم 9 بونتو في حين قبل دفاعه 10 أهداف. إذن مباراة مهمة لزوز فرق، والهدف هو الاقتراب من اتحاد بن خيار صاحب صدارة المجموعة الثانية. كذلك الدعم الجماهيري سيكون حاضر بقوة، لذا نأمل أن تكون الروح الرياضية حاضرة والفوز يكون للأجدر. إن شاء الله الروح الرياضية تكون حاضرة والفوز الأجدر كما قال زميلنا معز. على كل نذكركم بنتائج الجولة الرابعة الخاصة ببطولة نسمة سوبر ليج. النجم الرياضي بسليانة كان هزم 2-1 أمام الاتحاد الرياضي بابن خيار. نادي مسي الكريب بنفس النتيجة انقاذ الهزيمة أمام نادي كيريبيس. وتزركة مينيفوت يسقط بخماسية نظيفة أمام السمعة مينيفوت. نرجو نحكيو عن النتائج ما بين الشوطين. نمشي مباشرة للزميل مكرم الباجي للتعليق على مجريات الشوط الأول. شكرا لك زميلي احمد الفريقي. يا حبايب رياض على قناه نسمه، مرحبا بكم في نقل مباشر كالعاده كما عودناكم كل ويكاند سبت وحد. الميني فوت حاضر على قناه نسمه من خلال بطوله نسمه سوبر ليج قسم اول وايضا القسم الثاني غدوه ان شاء الله. هذايا دونك من ملعب بومبونيرا في تزركة مباراه نادي السمعه مينيفوت والنجم الرياضي بسليانة، مباراه لحساب الجوله الخامسه من المجموعه الثانيه. ما نطولش عليكم برشا، نمدكم مباشره تشكيله الفريقين. خلينا نبداو مع الفريق الضيف النجم الرياضي بسليانة. بالنسبه لقائد الفريق نبداو بحراس المرمى صابري الهديوي 25، طارق سويح 30 حارس مرمى ثاني، 7 محمد امين الميري، 9 حبيب السمراني، 8 حمدي جولات، 13 حمدي داغانا، 12 نصير الخروبي، 11 محمد عزيز، 6 بسام عثمان، 10 نبهان العسكري، 5 اشرف فران، 15 عبد الرحمن الميري، و4 حسام الزناقي. يدرب الفريق شوقي جويني ورئيس النادي وفيصل بوغرين. الفريق المحلي السمعة مينيفوت خليل بوخياتا رقم 11، 1 هيكل شابو حارس مرمى، 16 مروان بالشيخ حارس مرمى ثاني، 12 طالين المطماطي، 7 متسر عزوز قائد فريق، 25 وسيم الورغي، 28 إيهاب بالحاج، 3 وائل الساحلي، 27 وصفة ترابلسي، 17 اسلام دعبات، 9 وسيم بالخير، 5 وسال بن سليمان، 14 اسامه بن سالم، 10 علاء بن سالم، و4 اسكندر حميده. يدرب الفريق حسام شوشان ورئيس الجمعيه كريم بن سالم. طاقم التحكيم في المباراة هذه إقبال الساقلي حكم أول، حكم ثاني هادي الأسود، حكم ثالث إذا القوي، ويراقب المباراة محمد القيسي. السمعة مينيفوت أو أمامنا بالقميص الأخضر واللي فيه لورانجي بالطبيعة، في حين الأزرق والأكحل فريق النجم الرياضي بسليانة. بعد لحظات ضربة البداية للمباراة فقط ثم دقيقة صمت قبل انطلاقة المباراة على والد اللاعب نبهان العسكري، شاء الله ربي يرحمه وينعمه. إذا ها أمامنا صور للذكرى من زوز فرق. إذا هذا نادي السمعة مينيفوت وهذا أمامنا النجم الرياضي بسليانة، مباراة مهمة لحساب الجولة الخامسة. أمامنا التشكيلة الأساسية لفريق السمعة مينيفوت، فيها رقم 10 علي بن سالم، فيها قائد الفريق منتصر عزوز، فيها رقم 27 وصفة ترابلسي. التشكيلة الأساسية طبعا بعد نثبتوا بالطبيعة في التشكيلة الأساسية لفريق النجم الرياضي بسليانة.
ضربه البدايه بعد لحظات، جمهور محترم العدد لهنا حاضر وموجود. اذا ضربه البدايه خليل بوخياتا، اول تسويبه ولكن بعيده على المرمى امامنا حارس مرمى النجم الرياضي بسليان يلعب كوره دور عنوان بعيده على المرمى. تلعب ركله المرمى ولكن ماهيش مركزه تمشي كره النجم الرياضي بسليانه، يمشي لحبيب السمراني رقم 9 وامامنا يلعب مع زميله رقم 10 نبهان العسكري. قلت لبوه برايك العسكري توفى ان شاء الله ربي يرحمه، هذاك علاش دقيقه صمت قبل انطلاقه المباراه. اذا كره لقائد فريق النجم الرياضي بسليانه تمشي تماس. أو مخالفة يعطيها الحكم هادي الأسود في التنفيذ. حبيب السمراني رقم 9 أخصائي كرة ثابتة يلعب كرة الدفاع في مرة أولى لكن ثم مخالفة فعلا. عبد الرحمن الميري هو أمامنا، مخالفة خطيرة للنجم الذي بسليانة في دقيقة لعب. يمين 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 اطلب يا أمين، يمين اطلب يا أمين. عبد الرحمن الميري وامامنا حبيب السمراني ايضا، كيف سيكون التنفيذ؟ عبد الرحمن الميري صوب ممتازه، دفاع استيماته دفاعيه من وصفه طرابلسي رقم 27. لعب الكره من رقم 11 والتدخل الدفاعي خليل بوخياتا كان مع كرة متسرعة. زوز تماس ما تلقاش ولا لاعب في المتابعة في زوز دقائق لعب. إذا كرة للنجم الرياضي بسليانة، تلعب كرة عالية والتغطية الدفاعية ممتازة من جانب السمعة. ميني فوت علاء بن سالم، خليل بوخياتا يربح تماس او حبيب السمراني للنجم الرياضي بسليانة. تلعب الكرة حبيب السمراني، عبد الرحمن النميري لمسة واحدة كرة دور مليحة من جانب النجم الرياضي بسليانة. ممتازة المراوغة من محمد امين النميري والحكم يقول ما ثماش مخالفة. النميري يقاتل على الكرة، محمد امين ممتاز هذا اللاعب يربح تماس. تعب الكرة ممتازة، ما تحكمش في كورته محمد أمين الميري. إذا كرة للسمعة من يفوت منتصر عزوز، التصويب ممتازة ولكن عالية ما كانتش كادري الكرة هذه. كرة قصيرة عبد الرحمن الميري، ممتازة السمراني حبيب، سوء تفاهم بينه وبين محمد عزيز، تمشي كرة تماس للسمعة من يفوت لعب بسرعة على الرواق عز بوخياتا ممتاز. حلوة ياسر التصويبة على الطاير ولكن الحارس موجود طارق أو صبري الهديوي. حبيب السمراني على الرواق، ممتازة كرة دور مليح ولكن ايش يقول الحكم ثم تماس. خليل بوخياتا يعمل مراوغه ولكن الحكم يقول تماس ضده، يمشي لها حبيب السمراني. امامنا فيصل بوغرين ايضا رئيس النادي يعطي في نصائح ويحفز في ملاعبيته. نذكر لعبنا اربع جولات في المجموعه الثانيه، الصداره للاتحاد الرياضي بن خيار ب 12 نقطه والسمعه هو ملاحق المباشر، السمعه من يفوت 10 نقاط تسابق وتلاحق، في حين النجم الذي بسلينا 6 نقاط في المرتبة الرابعة. إذا تمشي كرة النجم الرياضي بسلينا، عنده كرة محمد عزيز ممتازة تسويبة وتضرب في الدفاع تمشي تماس. كالعادة حبيب السمراني في تنفيذ الكرة الثابتة يعمل مراوغة يفتح الزاوية ممتازة على التصويب، فرصة أولى
للنجم الذي بالسريان الفريق الضيف من عبد الرحمن الميري، ولكن يتألق الحارس هيكل شبوح. كرة دور مليح صراحة، النجم الذي بالسريان متحكم في زمام المباراة لغاية الآن في 5 دقائق لعب. ممتازة العملية، فرصة خالد بوخياطة، ولكن تمشي كرة تماس، لعب تماس، أخطر لاعب في السمعة من يفوتو رقم 11 للأمانة، يعني على اليمين على اليسار اون بروفوندور، ممتاز هذا اللاعب. صبري الهديوي حارس مرمى نجم الذي بالسريان في الرولونس، صبري يلعب كرة طويلة وعالية، ولكن من الحارس إلى الحارس هيكل شبوح. ويسال بن سليمان، كورتو تلقى رقم 10 علي بن سالم، هو أمامنا يربح المخالفة وإنذار أول في المباراة. حبيب السمراني رقم 9 تدخل على علي بن سالم، شوفوا روح رياضية كبيرة بين زوج لاعبين. قوم سلامات على بن سالم، ذكر مباراة مسرحها ملعب بومبونيرا في تزركة. إذا نمشي منتصر عزوز أمامنا رقم 7 قائد الفريق في تنفيذ المخالفة في 6 دقائق لعب من المباراة. منتصر عزوز ثنائية مقطوعة حبيب السمراني، ولكن تمشي الهيكل شبوح يشتت كرة، ولكن ضربت في السقف اللي حد الملعب، دونك تمشي تماس لرقم 7 محمد أمين الميري. هاو أمامنا على الصورة الميري، لمسة واحدة ممتازة محمد عزوز، الميري فرصة على الخط النهائي للمرمى، ممتاز المدافع رقم 5 وصال بن سليمان، فسخ هدف محقق لفريق نجم الذي بالسريانة، لأنه الجارديان كان باتيو بلوغت الكرة، ناب على حارسه وبساق اليسار يفسخ هدف واضح. مازالت كرة عند حبيب السمراني، لون دو ممتازة السمراني، ياسر حلوة العملية هذه والحارس موجود. صراحة كرات ممتازة من نجم الذي بالسريانة، يعني ظهر ثم خدمة كبيرة في التمارين من جانب المدرب شوقي أجويني. في مساحة ضيقة زوز وثلاثة ملاعبية نجموا يتخلصوا من المنافس، زوز إذا فرص ورا بعضهم للنجم الرياضي بالسريانة. ملعب ممتاز جدا للأمانة، يعني يحترم لينورم تاع الميني فوت هذاك، علاش قاعدين راهو في كره ممتازه، كره سيركولي مليحه تيران، تمشي كره على التدخل الدفاعي والمخالفه موجوده. وصفه ترابلسي يتحصل او رقم 5 ويسال بن سليمان على بن سالم في تنفيذ المخالفه في 8 دقائق لعب. ذاك اللي تحقوا بنا الان في المتابعه على قناه نسمه واذا موقعكم الرياضي نسمه سبور.com انه هذه مباراه الجوله 5 من بطوله نسمه سوبر ليج في ملعب بومبونيرا في تزركة. اذا ركنيه للسمعه من يفوت يمشي لها منتصر عزوز، يلعب كوره وتدخل من الحارس، مازال اختار مره اولى مره ثانيه، حلوه ياسر المقاسيه ولكن عاليه من وصفه ترابلسي، جيست تكنيك ممتاز كوت سيزو، لكن كانت عالية على مرمى الحارس صابري الهديوي، تقعد النتيجة متعادلة سلبا. سمعة من يفوت بعشرة نقاط في المرتبة الثانية، الفريق انتصر في 3 مناسبات وتعادل في مناسبة وحيدة، سجل 14 هدف وقبل 6 أهداف. هذه كرة على الرواق، ممتازة العملية ولكن التدخل الدفاعي عكس هجمة. المحمد عزيز مقطوعة من جديد والكرة تماس لصالح النجم الرياضي بسليانة. حبيب السمراني صوب كرة ممتازة من السمراني بالكو دو بي قوية، كانت غالت الحارس هيكل شبوح. 3 المحاولات للفريق الضيف في المباراة، لعب كرة هيكل شبوح، التدخل الدفاعي محمد أمين الميري ممتاز جدا رقم 8، مازال اختار يعمل مراوغة ثانية، فرصة والتدخل الدفاعي أو حمدي جولة
سريع جدا حمدي راوغ زوز لاعبين ويربح ركنيه يمشي لحبيبه السمراني. 10 دقائق لعب بالتمام والكمال في الفتره الاولى، 0-0. لعب الكره فرصه والدفاع يتدخل. محمد عزيز ما كانش محظوظ هنا، الدفاع موجود امامنا. المدرب حسن شوشان اللي كان يدرب في نادي كيريبيوس الموسم اللي تعادى، فرصه وتدخل مره ثانيه والحارس موجود. تعددت المحاولات والفرص للنجم الرياضي بسليانا، فريق مسك بزمام الامور والمباراه في اتجاه واحد للامانه. ننتظر استفاقه السمعه لانه عودنا احسن من هكا. اذا طاقم التحكيم ينبع على اللاعبين، على محمد عزيز ومنتصر عزوز، هادي الاسود. نفذ الركنيه وركنيه من نفس الجهه، حبيب السمراني مره اخرى يرفع كوره وتدخل ممتاز. العمليه مازال اختار جولا والهدف الاول، الهدف الاول ممتاز من زاويه مغلقه، حمدي جولا رقم 8. قلت تعددت الفرص ولكن حمدي جولا من نجم الرياضي بسليانا يضع حد لتألق دفاع السمعة من يفوت. تقدم منطقي حمدي جولا، هذه فرصة وممتاز صابر الهديوي. قلت هدف صعيب برشا من زاوية مغلقة من ركنية، يروض الكرة ثم بكل قوة بحث القائم يتمكن من مغالطة الحارس هيكل شبوح، يلعب النار لهنا لكنه ممتاز. عبد الرحمن النميري عكس هجمة محمد عزيز، ولكن الحارس هيكل شبوح موجود. النسق يرتفع، جولة مرة أخرى ممتاز ممتاز الحارس على مرتين هيكل الشبوح. صراحة ما لا يقل عن 6 فرص للنجم الرياضي بسليانا لولا تألق الحارس هيكل شبوح. حبيب السمراني يرجع للخلف، صابر الهديوي، حبيب السمراني من جديد. ممتاز حمدي جولا، أفضل لاعب مرة أخرى يصوب، أفضل لاعب على أرضية الميدان دون منازع، رقم 8. ما يمرش لهنا، حبيب السمراني يستميت على الكرة. التماس للنجم الرياضي بسليانا. فريق حقق زوز انتصارات ونهزم في زوز، سجل 9 اهداف وقبل 10، مش هكا تكون الصوره واضحه. بالنسبه للترتيب كما قلت يحتل المرتبه الرابعه كره نجم الرياضي بسليانا، فريق يعيش في صعوبات ماديه في ظل الدعم المنعدم، ولو انه عمر الخروبي هو اللي اقتنى لوازم رياضيه للفريق هذا، لكن يطالبوا مزيد العنايه من ولايه سليانا، فريق الى جانب اتحاد سليانا في الرابطه الثانيه. دونك في الميني فوت ثم النجم الرياضي بسليانا. اذا انذار على قائد الفريق محمد عزوز. ثم ملاعب ملقى على أرضية الميدان على ما يبدو مسجل هدف حمدي جولا. أمامنا مشكورين الزملاء في التصوير، فعلا حمدي جولا مسجل هدف، هو اللي تعرض لإصابة. شوفوا الجماهير حاضرة، ولا جرياج ساند في الزوز فرق لهنا في ملعب بومبونيرا في مدينة تزركة. إذا حبيبة السمراني يلعب كرة تضرب في الدفاع تمشي تماس. قربنا من ربع ساعة الأولى في المباراة، محمد عزيز يعمل مراوغة ولكن الكرة تهرب عليه وتمشي تماس للسمعة، ميني فوت. وتدخل الدفاعي ممتازة من قائد الفريق، هذه فرصة ولكن كرة رقم 10 علي بن سالم مرة جانبية. تحية من القلب لأهالي السمعة اللي تبعوا فينا، فريق عريق في كرة القدم المصغرة. الى جانب المعموره ميني فوت، تزركه بني خيار، اف سي نابل، كيريبيوس، عدد فرق صراحه في الوطن القبلي. باستا نفوذ على كره القدم المصغره، الاتحاد الرياضي بالحمامات ايضا الفريق اللي توج
ببطولة نسمة سوبر ليج في الموسم الأول، يعني كان له شرف الفوز بأول نسخة. أيضا في ولاية بنزرت يعني برشا فرق قادمة على خطى ثابتة كما اف سي رفراف، عوجة، كورنيش بنزرت، المتلين، أيضا ما ننساش في الشمال نكريب وسليانة، وفي الجنوب مطرش وتتاوين وجرجيس وغيره. هذه كرة ولكن تمشي تماس الفريق المحلي السمعة من يفوت. شوفوا فيصل بوغريل هنا يعيش في المباراة يعني بكل جوارحه. تصويبة من وصفة ترابلسي لكنها ما كانتش مؤثرة، انخفض نسق نوعا ما بعد مارينا ما لا يقل عن 6 و7 فرص. النجم الذي بالسليانة اللي باس سيطرته على المباراة. السمعة من يفوت صراحة كنت علقت للفريق هذا شخصيا الموسم الفارط، للأمانة كان أقوى. هذه كرة ممتازة والحكم لهنا يعطي مخالفة، للأمانة مخالفة موجودة ومستحقة الانذار. تبدأ الصورة واضحة، ما ثماش علاش ما نعطيوش راينا، يعني كانوا زوز ضد واحد راوا غالي، لكن العرق لا صارت عليه ومخالفة اختيرة ياسر للسمعة من يفوت. علي بن سالم هو صاحب العملية الأخيرة، ممتاز علي بن سالم. محمد عزوز في تنفيذ المخالفة وأيضا جانب علي بن سالم. هل يكون هدف التعادل للسمعة من يفوت؟ علي بن سالم والهدف لا، مازال اختر ويستميت الحارس صبري الهديوي. علي بن سالم كانت مأثرة الكرة نتاعو ولكن على الخط النهائي للمرمى يستبسل صبري الهديوي على ما يبدو تعرض لإصابة. إن شاء الله يقوم سلامات حارس مرمى النجم الرياضي بسليانة. فرصة للاعبيه باش ياخذوا قسط، ياخذوا قسط من الراحة بطبيعة. لأنه نسق الميني فوت، نسق مرتفع، ما ثماش مدافع ومهاجم متوسط ميدان. يعني كل اللاعبين مطالبين بالعودة السريعة لتأمين المناطق الخلفية، وأيضا في عكس الهجمة إذا ما يكونش عندك ملاعب سريع يعني في الترانزيسيون رابيد لابال من الدفاع للهجوم، بطبيعة مش تخسر برشا وقت وباش تلقى النجاعة غايبة. إذا يستأنف اللعب من الحارس إلى الحارس هيكل شبوح. هذه فرصة كادت تباغت صابري الهديوي، عملت روبون الكرة ونعرفوهم الكرات هذوما يقلقوا برشا حراس المرمى. تمشي كرة تماس في 18 دقيقة لاعب في الفترة الأولى. تلعب التماس، شو يقول الحكم؟ مخالفة للدفاع السمعة من يفوت. تلعب المخالفة منتصر عزوز لين دو، ولكن ثم ضغط من حمدي جولة مسجل هدف. شوفوا حمدي لهنا يضغط ممتاز جدا هذا اللاعب، حتى كيرتكب هفوة يعني كسر النسق متاع الخصم ما يخليش يبني هجمته. تمشي كرة منتصر عزوز على التدخل الدفاعي، كرة دور مليح محمد عزيز، حمدي جولة ما يخلطش على الكرة. تمشي تماس للسمعة من يفوت، الجمهور صراحة لهنا أحباء السمعة عددهم في تزايد. نعرفوا يعني مدينة تزركة ما تبانش برشا على السمعة ذيك، علاش جميل حاضرة بكثافة. إذا مخالفة للسمعة مين يفوت في مناطق النجم الرياضي بسليانة. منتصر عزوز هو اللي باش ينفذ المخالفة. صار عزوز حلوة ياسر لون دو، ولكن كرة وصفة ترابلسي ما كانتش قوية وما كانتش مقابلة المرمى. مازال يتلقى في الاسعافات الحارس صبري الهديوي.
تلعب الكرة والتدخل الدفاعي ثم رقم 28 إيهاب الحاج خذ مكانه منذ لحظات. سابر الهديوي دون أي مشكل ياخذ الكرة ومخالفة لهنا، تدخل عنيف لهنا والحكم قريب يعطي المخالفة. أصل لتسمية السمعة سيدي علي السمعي في القرن الثالث عشر ولي صالح، هذاك عليه سمية السمعة اللي تابعة ولاية نابل إداريا للي ما يعرفش بطبيعة مدينة السمعة. إذا مخالفة للنجم الأدبي السليانة لكن كانتش مأثرة الكرة هذه. إذا الحارس هيكل شبوح اللي تلقات شباكه هدف وحيد إلى غاية الآن، هدف حمدي جولة منذ دقيقة 11 إذا علي بن سلم ما يخرجش على الكرة. قلت السمعة تتبع ولاية نابل ولكن إداريا معتمدية بني خيار تحديدا. إذا التماس للنجم الذي بسريانة قربنا من آخر أربع دقائق في الفترة الأولى، ممتازة العملية ولكن حبيب السمراني سوء تفاهم بينه وبين زميله. تمشي كرة للسمعة من يفوت يربح التماس وصفة طرابلسي. ثم أيضا مدينة أم السمعة تابعة قبلي، مش ما يصيرش خلط للي يتبعوا فينا بالطبيعة. هذه السمعة تابعة نابل. إذا ثلاثة دقائق عن نهاية الفترة الأولى، حبيب السمراني يرفع كرة بالراس مرة أولى مرة ثانية ممتاز الكونترول ولكن كرة لمست في السقف اللي حد الملعب، دونك تمشي تماس ضد آخر لاعب لمس الكرة. ممتازة العملية علي بن سالم يصاوب كرة تضرب في الدفاع عكس هجمة الآن ولكن مقطوعة من السمعة من يفوت. التدخل هنا من رقم سبعة محمد أمين الميري تمشي ركنية. ركنية ثالثة في الفترة الأولى للسمعة من يفوت، تلعب الركنية. التدخل الدفاعي عكس هجمة محمد عزيز هنا ثلاثة لاعبين ينجح في التمرير لكن مقطوعة مش يصوب الآن علي بن سالم تعزاوية والحارس موجود. ممتازة تسويبة علي بن سالم رقم 10 والتألق من الحارس صبري الهديوي. تلعب التماس الدفاع في مرة أولى تسويب بعيدة الكرة هذه. السمعة من يفوت أفضل في آخر ربع ساعة من الفترة الأولى. إذا كرة أخذ ورد في وسط الميدان. التغطية ممتازة من رقم خمسة وصال بن سليمان يربح ركلة مرمى. ثم ملاعب يملق على أرضية الميدان علي بن سالم يشكو من إصابة أو يدخل الطاقم المسعف. نذكر ما زلت دقيقة في الفترة الأولى اللي يلتحقوا بنا الآن في المتابعة على قناة نسمة واحدة بلاش للنجم الذي بالسريانة الإمضاء حمدي جولة رقم 8 سجل هدف الوحيد في دقيقة 11 مشوط أول للأمانة محترم برشا فرص يمكن السيطرة كانت أفضل لفريق النجم الرياضي بسليانة. إذا تلعب الكرة هيكل شبوح الضغط مقطوع الكرة ولا مازال الكرة عند الدفاع. تهز العملية حبيب السمراني عبد الرحمن النميري هاو مامنا يدور بكورتو وكان مقطوعة.
تمشي للحارس. التماس للسمعة مين يفوت. جاوزنا الوقت القانوني ببضعة ثواني. عركلة مرمى الكرة الآن. صبري الهديوي ترفع الكرة، تدخل دفاعي إيهاب الحاج رقم 28 عليك المقطوعة. محمد أمين الميري مخالفة ضده فعلا، استعمل يده لهنا الميري. مخالفة قد تكون الأخيرة لنادي السمعة من يفوت. تجاوزنا الوقت القانوني بدقيقة. لعب الكرة، تدخل دفاعي، مازال اختار للسمعة من يفوت. ممتازة العملية إيهاب الحاج على تصويب، ثم تدخل من الدفاع عكس هجمة أو لا، مقطوعة من جديد على تصويب. ممتازة التصويبة من إيهاب الحاج، فعلا نشط برشا الخط الأمامي لفريق السمعة من يفوت. ثم وسيم الورغي أيضا خذا مكانه رقم 25. إذا نهاية الفترة الأولى ينهيها إقبال الصقلي الحكام الأول في اللقاء هذايا بتقدم الفريق الضيف النجم الرياضي بسليانة على السمعة من يفوت. هدف حمدي جولة منذ دقيقة 11. بعد لحظات ستنطلق الفترة الثانية. السيطرة في المجموعة الرابعة للاتحاد الرياضي بن خيار كيف لا، والفريق يعني قام بانتدابات ممتازة للأمانة على سبيل الإعارة مثلا من فريق نادي المواني البحرية، كي نقول وليد كروت لاعب المنتخب الوطني التونسي، محمد كروت أيضا حارس المنتخب، والأسمر محمد علي قروية، ثلاثة لاعبية تعزيزات هامة. ويظهر لي النتيجة تغني عن كل تعليق، يعني الفريق ب 12 نقطة في المرتبة الأولى، أربع انتصارات، يعني ما ضيع حتى نقطة فريق اتحاد الرياضي بن خيار. والسمعة من يفوت في المرتبة الثانية ب 10 نقاط، علاش قلت المباراة اليوم من فئة 6 نقاط. إذا ينتصر فريق السمعة يلقى روحه في الصدارة ولو مؤقتا ب 13 نقطة. إذا هذه ضربة البداية للفترة الثانية. بعد لحظات من جانب النجم الرياضي بسليانة اللي يحتل المرتبة الرابعة بستة نقاط، يعني إذا يفوز اليوم يلقى روحه في المرتبة الثالثة، يتجاوز نادي كيريبيوس. في انتظار صفرت انطلاقة الفترة الثانية، هاو تأتينا الآن من ملعب بومبونيرا كورة والتماس للسمعة، فعلا محق الحكم لهنا، تلعب الكورة ممتازة العملية، تدخل مرة أولى مرة ثانية، فرصة ايش يقول الحكم؟ يعني كان ممكن يترك الأفضلية، الحكم كان متجه وجه لوجه تقريبا على بعد جوز أمتار أو ثلاثة، ولكنه زاد المخالفة موجودة، ثم عملية رفع ساق، خطأ غير مباشر، يعني ما صارش الكونتاكت لهنا، لكن في لغة القانون جو دونجورو حسب الحكم. رفع الساق من جانب لاعب النجم الرياضي بسليانة، ولكن ما عندوش الحق ينفذها مباشرة، يلزم التنفيذ يكون ثنائي لهنا. فرصة خطيرة جدا للسمعة من يفوت، قد تأتي بالجديد. هذا إياب الحاج يحتج على الأمتار القانونية، يلزمها خمس أمتار فعلا. نسمع في واحد من الجمهور يقول له خمسة، يعني حتى الجمهور متثقف ويعرف قوانين كرة القدم المصغرة، فعلا خمس أمتار. تلعب الكرة وتدخل دفاعي، تصويبة قوية حبيب السمراني، التماس يقول إقبال الصقلي أن النجم الرياضي بالسليانة ومش لفريق السمعة من يفوت. تلعب الكرة، حمدي جولة يفقد توازنه لهنا، وسيم الورغي يلعب تماس طويلة، ترويض بالصدر الدفاع، تمشي الرقم خمسة ويسال بن سليمان، والتماس للنجم الرياضي بسليانة.
هو الملعب ممتاز في الحقيقة، لكن العرسة اللي كنا نشوفه فيها بحذا التماس هذيك يزم تتغلف، لأنه تنجم تمثل خطر كبير على سلامة اللاعبين. يبدأ ملاعب ينجاجي على الكرة، يعني يمكن للسلامة متاع الملعبية يزم يتلاو بيه أكثر الملعب هذايا، لأنه صراحة حتى في الكبرى تبركلة ملعب عريض يعني يساعد على كرة القدم المصغرة، ثم الإسباس نجموا نراو فيه مباريات مشوقة. إذا كرة للنجم الرياضي بيسليانا حبيب السمراني، يرفع كرة، التدخل مرة أولى من الدفاع، ممتاز العملية، ثم سافرة، يوقف اللعب بالحكم. ثلاثة دقائق لعب في الفترة الثانية. إذا كرة لوصال بن سليمان هو أمامنا في تنفيذ المخالفة رقم خمسة. بن سليمان ينفذ كرة، الدفاع موجود، مازالت كرة للسمعة من يفوت، توصل هي بالحاج، حب يفتح الزاوية بالحاج، عاد تمهيد من زاوية مغلقة. كرة وسيم الورغي يربح تماس، صراحة مباراة في اتجاه واحد في الفترة الثانية. فريق السمعة هو الأفضل والأخطر، والفرص نتاعو متكرر على دفاع النجم الذي بسليانا. تلعب الكرة والحارس صابري الهديوي، إصابة جديدة لصابري. شجاع جدا هذا الحارس ومستبسل على مرماه صابري الهديوي في أكثر من مناسبة. حتى مصاب لهنا، شوفوا لهنا يحتضن الكرة، مش مسلم فيها صابري لهنا، برافو للحارس هذايا. ممكن في المجموعة هذية يمكن المفاجأة صراحة من تزركا مين يفوت، ثلاثة نقاط فقط بعد مرور أربع جولات، الأمور مش عال العال الفريق هذية اللي من مؤسسي كرة القدم المصغرة. ولكن مازلنا في بداية الموسم، أكيد كل فريق سيسعى إلى ترميم الصفوف وخاصة إلى إصلاح الهنات والأخطاء. تمشي كرة لحبيب السمراني، يلعب التماس، ممتازة ترد بالصدر يا بالحاج، يعمل مراوغة سريعة بالحاج، أعطى إضافة لخط هجوم فريق السمعة من يفوت رقم 28 هو أمامنا. مشكورين الزملاء في التصوير، إذا إياب بالحاج قلت أخطر اللاعبين في الفترة الثانية، ولو أنه حمدي جولة رجل المباراة حسب اعتقادي الشخصي. كرة للسمعة من يفوت، إيهاب بالحاج، تصويبة قوية ولكن ما كانتش كادرين الكرة هذه، تلقى تصفيق من جانب الأحباء الحاضرين، وراء الكاج نتاع صابري الهديوي هو أمامنا على الصورة. خمسة دقائق لعب درج في الفترة الثانية. نذكر التحقوا بنا الآن في المتابعة على قناة نسمة وأيضا نسمة سبور بوان كوم، موقعكم الرياضي اللي فيه بث مباشر للمباراة هذه الآن. واحد بلاش الفريق الضيف النجم الذي بالسليانة. التماس من حبيب السمراني، تلعب التماس، التدخل الدفاعي، مازال اختار مراوغة أولى، التصويبة بعيدة. لهنا حارس السمعة بلاش رقم، يعني في القانون يزم يكون عنده رقم الحارس. هاو أمامنا، مشكورين الزملاء مرة أخرى. هذا هيكل الشبوح، تلعب الكرة، أخذ ورد لهنا، التصويب، الدفاع مرة أخرى. حبيب السمراني مطالبة بلمس يد، الحكم يقول لعب ما ثماش لمس يد. كرة وسيم الورغي أو إيهاب بالحاج، يعطيه الحكم تماس يخليه لزميل وسيم الورغي. تلعب الكرة والتدخل، ايش يقول الحكم؟ يقول قاسية برشا لهنا رقم سبعة محمد أمين الميري. فعلا قاسية شوية المخالفة، لأنه الميري طلع وضرب الكرة قبل المهاجم نتاع السمعة من يفوت، يعني كان أسبق في إخراج الكرة أو إبعادها عن مناطق، صح التعبير.
إذا مخالفة لهاب الحاج تبعت حوالي 8.9 أمتار على مرمى صابر الهديوي. هل تأتي بالجديد على تمهيد والتدخل الدفاعي؟ ايش يقول الحكم؟ تماس فعلا، إشارته تماس واضحة لهنا. إقبال الصقلي تلعب الكرة، مباراة أصبحت دفاع ضد هجوم. استبسال من النجم الذي بالسليانة وهجمات متعدة وسريعة من السمعة من يفوت. إذا خليل بخياتها أمامنا يلعب التماس والتدخل من صابر الهديوي لرشاقة كبيرة الحارس ياخو كورتو. ولاية سليانة مثل في نادي ميسي الكريب أيضا في المجموعة هذه اللي عنده 4 نقاط. كرة لحبيب السمراني يستميت على الكرة ويربح مخالفة في مناطقه. ابتسامة من الحكم مهدي الأسود يعطي مخالفة. أشرف فران رقم 5 يقول يعاد تنفيذ الخطأ. أشرف فران في انتظار استئناف اللعب أو أعطى إشارة التنفيذ. فعلا يعطي الآن إشارة التنفيذ. كرة الدفاع موجود عكس هجمة ولكن التغطية من المتميز صمام الأمان هو أمامنا رقم 9 حبيب السمراني عنده الكرة الآن متحصل على انذار في الفترة الأولى. حلوة اللوش لهنا ولكن الدفاع موجود مرة أخرى. فران وسيم الورغي التدخل ممتاز. فران يعطي كرة على الرواق فرصة وبرافو هيكل شبوح على طريقة حراس كرة اليد بسيقه يبعد الكرة عن مرماه في 9 دقائق لعب. تلعب التماس محمد أمين الميري حبيب السمراني تاز المراوغة ويربح التماس بكل ذكاء حبيب السمراني وسط تصفيق رئيس جمعيته. ولو اني ريت فيصل بوغرين الرئيس هو اللي يتحرك ما ريتش المدرب شوقي الجويني يعطي في نصايحه على البنك. إذا الكرة تمشي تماس لفريق النجم الرياضي بسليانة. تلعب تماس طويلة مطالبة مخالفة الحكم يقول ما ثماش خطأ. توصل الكرة للنجم الرياضي بسليانة محمد أمين الميري أمامنا رقم 7 حلوة ياسر المراوغة ممتازة جدا من ميري بجاز تكنيك يفسخ ملاعب السمعة من يفوت. إذا مخالفة في مناطق السمعة حبيبة السمراني في تنفيذ الخطأ في 10 دقائق درجين في الفترة الثانية واحد بلاش هدف حمدي جولة منذ دقيقة 11 من الفترة الأولى. محمد أمين الميري صوب كرة تضرب في الدفاع. التماس لفريق النجم الرياضي بسليانة. تلعب الكرة هيكل الشبوح ينبه الحكم على رقم 10 نبهان العسكري اللي خذا مكانه منذ لحظات. نبهان ممتازة الانزلاقية يقطع كرة ولكن بهتة لهنا من حبيب السمراني. ممتازة الكرة وصفة ترابلسي وصفة ترابلسي ممتازة وقوية تصويبته يربح الركنية من الزاوية مغلقة. كاد يجاوب حمدي جولة من نفس المكان كاد يعدل النتيجة لولا براعة صبري الهديوي. إذا الركنية تلعب الكرة والحارس مرة أخرى ركنية من نفس المكان ثانية على التوالي.
ينبه الحكم على لاعبيه في منطقة الجزاء، منطقة العمليات أو المنطقة المحظورة أو منطقة العثرة كما يقول زميلي فخر الطاهري. إذن الركنية تلعب الآن، التدخل ركنية ثالثة على التوالي من نفس المكان، إيهاب الحاج نفس المنفذ. التدخل الدفاعي، إيش يقول الحكم؟ ركلة جزاء أم لا؟ يقول لا، خارج المنطقة. إقبال الصقلي أمامنا حكم اللقاء يقول مخالفة خارج المنطقة. وصف الترابلسي على ما يبدو وهو اللي تعرض لإصابة في العملية الأخيرة، فعلا رقم 27 وصف الترابلسي. صراحة تراجع رهيب للنجم راضي بسليانة، هل هي توصيات الإطار الفني وإلا الملاعبي في الريفليكس نتاعو؟ يقول لك أنا متقدم نرجع نسكر، يعني ملاعبي في مخه يعاود يسكر المناطق الخلفية، وإلا توصيات، لأنه صراحة تراجع رهيب. أو ممكن ضغط ملاعبية السمعة، يعني سيطروا بالطول والعرض على المباراة، ما خليوش نفس بلغة الكرة لملاعبية النجم الرياضي بسليانة اللي كان أفضل على كل المقاييس في الفترة الأولى، يعني مباراة شوط بشوط. نفذ الكرة وهدف التعادل، هدف التعادل منتصر عزوز قائد الفريق، وكأني بالكابيتان عزوز يعني تخل خصيصة للمخالفة هذه. هذا هدف أبيض، ولو انه يعني خنكونوا أمناء مع أنفسنا، يعني الهدف تسجل في دقيقة 13 في الفترة الثانية، منتصر عزوز مخالفة مباشرة. خنعطيكم الصورة التلفزية صح التعبير، يعني مازالوا يحتفلوا بلاعبية السمعة من يفوت بهدف التعادل بسرعة البرق. تتلعب الكرة، يتلعب السونتر في وسط الميدان، ثم يتسجل هدف لسليانة. الحكم ألغاه، يقول مازلت ما عطيتش أو ما عطيتش إشارة التنفيذ يعني في وسط الميدان. حبيب السمراني هو اللي يصيب على أثر العملية هذه. على كل شلة مباراة ما تخرجش على إطاقها. هذا حسن شوشان أمامنا، قلت كان يدرب الموسم الفارط في نادي كيريبوس، وفي الحقيقة ولد السمعة من يفوت، يعني حتى كي مشى لكيريبوس يعني مشى لها من فريق السمعة. شوفوا لنا روح رياضية عالية، هذا هو المطلوب يعني بين اللاعبين. إذا ربع ساعة في الفترة الثانية، هدف التعادل من منتصر عزوز في دقيقة 13. أو ينبه الحكم على اللاعبين. إذا سيستأنف اللعب كما قلت رولانس بالنسبة لفريق النجم الذي بسليانة. أكيد المباراة ستصبح مشوقة أكثر، كل الفريق يريد اقتلاع 3 نقاط. رجعنا من نقطة صفر نقطة البداية وهي التعادل. إذا مخالفة لفريق النجم الرياضي بسليانة. حبيب السمراني أمامنا، يعطي الحكم إشارة تنفيذ، ثنائية تلعب الكرة، حبيب السمراني يفتح الزاوية ممتازة السمراني ويربح ركنية. ثم ملاعبي مرق على أرضية الميدان، رقم 11 خليل بوخياطة. ثم انذار على أشرف فران رقم 5 سبب نقاشه مع الحكم. إذا الركنية لحبيب السمراني، تلعب الكرة والتدخل من خليل بوخياطة. التماس دائما في مناطق السمعة من يفوت، أشرف فران يلعب التماس، محمد أمين النميري يفتح الزاوية،
ويربح التماس محمد أمين النميري، يخليها لزميله حبيبة السمراني. تلعب التماس ممتازة على الرواق، على التدخل الدفاعي، تماس جديدة للنجم الرياضي بسليانة. يمشي لها أشرف فران، يلعب تماس طويلة ولكن ما فهموش ثاني محمد أمين الميري. تمشي ضربة مرمى، تلعب الكرة، فماش خطأ يقول الحكم. التماس لوصال بن سليمان ولفريقه السمعة من يفوت. تلعب التماس طويلة، ممتازة الترويض أشرف فران، عكس هجمة خطيرة هذه، خطيرة الكرة ممتازة والمخالفة موجودة. نبهان العسكري فعلا موجود الخطأ، وبطاقة صفراء لوصال بن سليمان رقم 5، إصابة نبهان العسكري. مخالفة للنجم الذي بسليانة في مناطق السمعة من يفوت، كان سريع نبهان لهنا وصارت عليها العرقلة. إذا حبيب السمراني في تنفيذ المخالفة، يقرب له محمد أمين الميري أيضا رقم 7، يحب يجرب حظه في التصويب. ننتظر من سيكون المسدد، يعطي الحكم سر التنفيذ. محمد أمين الميري صوب كرة، التدخل الدفاعي في مرة أولى، مازال اختار فرصة ويستبسل هيكل شبوح قدام نبهان العسكري يفسخ الهدف. إذا التماس تسمع من يفوت يا أبو الحاج، يفتح الزاوية كاد يسجل، ممتاز يا أبو الحاج، رفع كرة بكل ذكاء بالحارس صابر الهديوي، ولكن علت العارضة ببضعة سنتيمترات. كان ممكن يكون هدف جميل جدا لفريق السمعة ميني فوت. أخطر فرصة في الفترة الثانية، يستفيق لنا جمهور السمعة ميني فوت. هذه تصويبة، تشجيعات متواصلة. إذا مخالفة لوصال بن سليمان. بدينا نقربوا من الموني تايم، آخر 5 دقائق في عمر المباراة، سواء تعادل 1-1. حمدي جولة في الفترة الأولى نجم رضي بسليانة، ومنتصر عزوز للسمعة ميني فوت. مباراة شوط بشوط الفترة الأولى، هذه فرصة ولكن التدخل الدفاعي، قلت سليانة كانت خير في الفترة الأولى ولكن في الفترة الثانية السمعة كانت أفضل. الحكم يقول مخالفة تنفذ من مكانها. في انتظار تنفيذ المخالفة من وصال بن سليمان. أمامنا وصال بن سليمان، تلعب الكرة، التدخل الدفاعي مرة أولى مرة ثانية، ايش يقول الحكم؟ يعطي مخالفة. صابر الهديوي ماهوش راضي لهنا، مخالفة خطيرة من نفس مكان هدف التعادل للسمعة. انتظر تنفيذ المخالفة، وسط تشجيع كبير من أحباء السمعة من يفوت. تحية كما قلت من القلب لأحباء وأهالي وسكان وعشاق سليانة اللي تبعوا فينا، وأيضا لعشاق ومشجعي فريق السمعة من يفوت. منتصر عزوز على التنفيذ، مطالبة بلمس يد ولكن للأمانة المسافة قريبة ياسر لهنا، يعني حتى نص متر بيناتهم، يعني التعمد يكون ماهوش موجود.
اذا التماس لعب الكره ممتاز صابر الهديوي فسخ هدف ثاني. لعب الكره مخالفه مباشره عكس هجمه وجه لوجه الان التدخل الدفاعي مطالبة بمخالفة لهنا الحكم يقول تمس تلعب الكرة التماس أم لا التدخل دفاعي ثم ملاعب ملقى على ارضيه الميدان وامامنا علي بن سالم من جانب السمعه من يفوت او يعتذر محمد عزيز روح رياضيه كبيره بين اللاعبين تلعب الكره وتدخل من حبيب السمراني يستفيد من تماس قبل دقيقه وبضعة ثواني عن نهاية المباراة في وقتها القانوني. فعلا للأمانة التماس كان تنفيذها خطأ. إذا الصورة تبدأ واضحة قدامنا يعني زوج جماعات خيانة معنا مناش نخافوا بالطبيعة. التماس يلزم من وراء الرقبة. لهنا كأنها على طريقة كرة اليد تلعبت. واحد من الجمهور تفتل قال غلطة توش فعلا. شاطروا الرأي لهنا. تلعب إذا التماس. كرة التدخل الدفاعي حبيب السمراني لمسة يد موجودة فعلا موش راضي حمدي جولة ولكن موجودة لمسة يد إذا رقم خمسة في تنفيذ المخالفة ويسال بن سليمان لكن تظهر في حبيب السمراني ثم تاليل المتماتي خذا مكانه رقم 12 ايضا في حين هذا اسامه بن سالم ايضا بدات التغييرات هذه كره ممتازه ولكن عاليه على المرمى اذا نهايه الوقت القانوني في انتظار كم سيضيف قبيل الصقلي من وقت بدل ضائع هذه كره حمدي جولة يرفع كره ممتازه التدخل الدفاعي إذا هيكل شبوح خليها لوصال بن سليمان على التدخل الدفاعي حمدي جولة يتباطأ في التمرير يرجع للخلف حلوة ياسر المراوغة وحمد أمين الميري أشرف فران قبل ما تخرج تماس التصويب بعيدة ياسر مش مركز داني أشرف هل ستكون قسمة خيان بين سليانة والسمعة وإلا كل فريق عنده حسابات اخرى والنجم راهو هدف قاتل ان صح التعبير تلعب التماس تيزا ديفياسيون لكن الدفاع موجود عكس هجمه الان السمراني والمخالفه قدام دايره وسط الميدان على ما يبدو باش ينظر خليل بوخياطه الحكم فعلا الانذار مخالفة قد تكون الأخيرة للنجم الرياضي بسليانة حبيب السمراني يقول له مع السافر الحكم زدت ما عطيتك شارة التنفيذ حبيب السمراني ثنائية لعب الكرة التدخل الدفاعي وفي هذه اللحظات بالذات ينهيها إقبال الصقلي نهاية المباراة قسمة خيان 1-1 بين السمعة من يفوت والنجم الذي بسليانة النجم الذي بسليانة افتتح باب التهديف في دقيقة 11 عن طريق حمدي جولة من الفترة الأولى
ومنتصر عزوز يعدل في الفترة الثانية في دقيقة 13 سمعة من يفوت. شوفوا لنا روح رياضية كبيرة بين اللاعبين والمسيرين والطاقم الفني. هذيك هي رياضة كرة القدم المصغرة. إذن أجمل تحيات مكرم البيجي، نلتقي في مناسبات رياضية قادمة. على الكلمة لزميلي أحمد الفريق. شكرا للزميل مكرم البيج. انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي. نذكر لغدوة إن شاء الله بشكون على موعد لحساب الجولة الرابعة من القسم الثاني، الأمل الرياضي بديار الحجاج اللي يستقبل النادي الرياضي الدراسني. هكا نكون وصلنا لختام هذه التغطية المباشرة. بقية متابعة طيبة لبرامج قناة نسمة، وأجمل تحية أحمد الفريقي.